أسعد الله مساءكم مشاهدينا بكل خير. طقس الغد صحو بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا على بعض المناطق، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على مناطق متفرقة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في خليج العربي وبحر عمان.